يوسف رمضان دوبوس قبل ان يكون في منصبنا هو سكرتير الامين العام للهلال الاحمر الجزائري في ولايه سيدا، ويعمل رئيسا لنواب مؤسسه الجمهوريه في ولايه سيدا. نعم ونشكره. يوسف رمضان دوبوس قبل ان يكون في منصبنا هو سكرتير الامين العام للهلال الاحمر الجزائري في ولايه سيدا، ويعمل رئيسا لنواب مؤسسه الجمهوريه في ولايه سيدا. نعم ونشكره. اللجنة الولاية سكيدا قامت بتنصيب بلديات محلية ولا لجان محلية. الحمد لله تمكنا في ظرف 4 أشهر من هيكلة كامل الولاية وتنصيب 38 لجنة محلية من أصل 38 بلدية، يعني 100% إن شاء الله تمديد للهلال الأحمر الجزائري. ولأول مرة في ولاية سكيدا منذ اعتمادها كولاية راهو منتشر بنسبة 100% على المستوى المحلي. قمنا بانتقاء رؤساء اللجان عن طريق يعني درنا توتي كوميسيون، حطينا دي كريتا دو سيليكسيون لإفراز بعض الأسماء اللي قمنا في مقابلات معهم اللي تم اعتمادهم، وتم تسليم اليوم في 1 نوفمبر 2023 محاضر التنصيب. وأول عملية تاع رئيس اللجنة المحلية هي تبرع بالدم اللي درنا، جبنا كاميون كوليكت جيسون جبناها على مستوى قاعة رام الدارين في هذا اللقاء اليوم، وذلك لأجل أن تكون أول عملية تطوعية للشخص الذي يتم اعتماده كرئيس اللجنة المحلية هو تبرع بالدم. دونك هذه هي، وإن شاء الله قادم الأيام ستسفر على بعض يعني الأنشطة الجديدة اللي راح تكون موديلية ونوعية في الولاية. وبارك الله فيك. نشكر رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري السيد ياسين بشقة على الثقة اللي ضحى فينا بتشكيل اللجنة المحلية لبلدية حمادي كرومة. ربي يوفقنا إن شاء الله.